يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا جمال. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر، وكمان سؤال حلقة جديد، لكن الموضوع مش جديد الحقيقة. لما سألنا حضراتكم امبارح واتكلمنا في موضوع يخص الرجل والمرأة والعلاقة بين الزوجين، فتبين انه كان في مردود كبير الحقيقة من حضراتكم، وكان في اقبال شديد على هذا الموضوع تحديدا. كنا نتكلم بشكل عام انا وشاذلي، لكن تطرقنا لموضوع بعينه فرع كده صغير من الموضوع، هو فكرة انه هل الست مفروض تطلب من الراجل اللي هي عايزاه وطلبات البيت اكتر من مرة، ولا ده بيعتبر زن، وهل عادي لو هو نسي، ولا مش عادي، ولا ده بيبقى مش اهتمام. يعني قصة كده، واضح ان حضراتكم مهتمين جدا بموضوع العلاقة بين الزوجين، فقلنا كده ندردش معاكم في سؤال اخر في نفس الموضوع. السؤال هو ايه حدود الغيرة بين الزوجين؟ امتى تكون مقبولة وامتى تكون زيادة عن الحد أو غير مقبولة؟ ليه السؤال ده الحقيقة؟ لأنه يمكن الغيرة من أكتر الحاجات اللي بتعمل مشاكل ما بين أي اتنين، وفي نفس الوقت دايماً ليها مبرر، دايماً بنبررها إن ده حب، واللي ما بيتفهمش هذا المبرر بيبقى عنده مشكلة. أنت إيه رأيك في الموضوع ده يا شاذلي؟ احنا لازم طبعا، هي لازم يكون في غيره مبدئيه ما بين الزوجين، ما بين الاصدقاء، ما بين زملاء العمل، ما بين الاخوات، وكل حاجه وليها سببها بالمناسبه يعني. لكن لازم نفرق، هل الغيره دي فعلا حقيقيه ولا وهميه؟ يعني هل فعلا الشخص ده بيغير على مراته غيره حقيقيه، ولا هي غيره وهميه نتيجه نقص الاهتمام او نقص المشاعر ما بينهم؟ وعلى العكس برضه، هل هذه الغيرة بالنسبة للزوجة حقيقية ولا لا؟ احنا عندنا مشكلة في الزواج تحديدا، بما اننا بنتكلم طبعا عن العلاقة ما بين الازواج، وهنتكلم طبعا عن الغيرة المختلفة، بس احنا دايما عندنا مشكلة في الموضوع ده، ان اي حد اول ما بيتجوز بيتخيل، بيفترض ان هو تملك الشخص الاخر، فبقى بتاعه، الشخص ده بقى ملكي انا، فما ينفعش يتكلم مع حد، ما ينفعش يعمل ما اعرفش ايه، فبتبتدي بعض القيود تتحط كده على حسب مين اللي بيغير اكتر، بيبتدي يحط مجموعة من القيود على الشخص الآخر، يبص في تليفونه، يشوف يكلم مين، يشوف نزل إمتى، يشوف راح إمتى، جه منين. كل الحاجات دي بتحصل لما إحنا بنحس إحساس وهمي بأننا تملكنا هذا الشخص. لازم يكون في مساحة بالمناسبة ما بين الزوجين، لازم كل واحد ياخد راحته شوية، لازم يكون في وقت، لكن لازم يكون في غيرة. وإلا دلوقتي أنت بتبقى أحد أمرين، يا إما أنت لو مفيش غيرة يعني، أنت بتبقى أحد أمرين، يا إما أنت واثق زيادة عن اللزوم قوي، يا إما أنت خلاص وصلت لمرحلة من اللامبالاة مش فارق عندك، وده مؤشر خطير جدا بيقول إن خلاص العلاقة ما بين الزوجين بتنتهي خلال هذه الفترة وهذه المرحلة. على فكرة، وحتى لو في ثقة ده لا يمنع أن يكون في غيرة، بس بيكون بقى في غيرة اللطيفة اللي هي الغيرة اللي تعبر عن الحب. لكن في غيره لاسباب كتير جدا، في غيره لانه مثلا على سبيل المثال زي ما شاذلي قال لحضراتكم فكره التملك، في غيره لان في شخص شكاك بطبعه، في غيره لانه في احيانا زوجه ممكن مثلا تغير من نجاح زوجها مثلا، او انه ممكن الحال بقى احسن ما شاء الله، فحست ان الموضوع يعني حواليه ممكن يكون اختلف شويه، خفت تتجوز عليها. انت ما قدرتش. ده اللي بيحصل. ده شكرا. لا. هرجع لك، ممكن تقول موضوع، استنى جايين الموضوع ده. في برضو راجل ممكن يغير من مراته بالمناسبه لو هي انجح طبعا منه. يعني الغيره اسبابها كتير، لكن الغيره اللي بتبقى يعني غير محموده دي، اللي بتبقى ناتجه عن حقد او عدم ثقه، دي كارثيه، مستحيل تؤدي لاي شيء لطيف او لاي شيء ممكن يفيد العلاقه دي، مستحيل على فكره، حتى بين الصحاب مش بين الرجل والمراه. اما بالنسبه الغيره اللطيفه البعيده عن الشك تماما، لان انا شايفه لو انه الشك دخل اصلا بين رجل وامراه، او حتى بين اتنين صحاب او برضو العلاقه دي يعني هتنتهي عاجلا ام اجلا. لكن الغيره اللطيفه بتاعت انه يعني نتعامل بحسب الحدود اللي احنا متفقين عليها، حسب الطريقه اللي قدامنا بيحب يتعامل بيها، حلو جدا، مفيش مشكله. لكن احنا المشكله بقى فين؟ المشكله عندنا ان احنا دايما بنرجع سبب الغيره للحب، فاللي قدام الشخص اللي بيغير بزياده شويه يقول يعني انت ما بتحبنيش، انت ما بتحبنيش، انت ما بتغيرش. الموضوع ملوش علاقه على فكره خالص، زي ما بنقول دايما من الحب ما قتل. الغيره الزياده كفيلة إنها تخنق الشخص، كفيلة إن هي في وقت ولقات ممكن تخليه ما يبقاش أصلاً واثق في نفسه، ما يبقاش عنده الثقة في إنه يتعامل مع الناس. إحنا بني أدمين بنتعامل مع بشر كل يوم،
لازم يكون في مساحة للتعامل مع الناس بطبيعية. يعني مش معقول يا شاذلي ما تكلميش ده وما تكلمش دي وما تتعاملش مع دي وما تتعامليش مع ده. ما هو في الأول وفي الآخر لو أنا مش واثقة أو أنا مش واثق في الطرف اللي معايا إنه هيعرف يتصرف، لا هنا في مشكلة. صحيح. بيجي بقى سبب تاني، أنا واثق فيك أو أنا واثقة فيك بس مش واثقة في اللي حواليك. صح. طب ما هو وبعدين برضو لا، ما انت طالما وثقت فيها عارف ان هي هتعرف تتصرف مهما كان اللي حواليها، وده العنصر الثابت. الباقي بقى متغير ايا ما كان بقى مين حواليها، ايا كان مين حواليها. وبالمناسبه الغيره الناتجه عن الخوف من الفقد، لو حد حاسس النوع ده من الغيره اقف مع نفسك، لانه اعتقد يا شاذلي انه اللي عايز يكمل في علاقه هيكمل، اللي مش عايز مش هيكمل مهما كان الشخص اللي قدامك كويس او وحش. تتفق ولا لا؟ طبعا متفق، ومتفق على حاجه كمان، انه في بعض الاوقات زي ما كنا بنتكلم دلوقتي الكذب، لو في كذبه صغيره كده طلعت في النص دي اللي بتروح مولعه الدنيا وبتشعل نار الغيره، فهنا مطلوب المصارحه والمكاشفه باستمرار. لو في حد كلم، يعني مثلا لو زميله في العمل كلمتك في التليفون، انت بمنتهى الوضوح والصراحه والمكاشفه طالما هي بتسالك عن حاجه خاصه بالشغل، مفيش اي مانع من انك ترد وانت قاعد جنب مراتك، مش تاخد التليفون وتخرج بره. لان انت ممكن تكون بالمناسبه بتتكلم في امور بسيطه وتاخد التليفون وتخرج بره، بس انت هنا عملت مشكله. كانت بتكلمك في ايه وليه وعايزاك ليه، وفي لما تروح الشغل تتكلموا، وده الكلام اللي كلنا بنسمعه بالمناسبه. فهنا المصارحه والمكاشفه باستمرار، نبعد عن الكذب. لو لقيت مثلا ان الطرف الاخر حاسس ان هو غيران، واجب، انا بقول اهو واجب عليك تهديه، مش تقول اعمل له ايه بقى ما خلاص، لان زي ما قلنا من شويه ايه، لو قلت انا اعمل له ايه بقى ما خلاص تعرف ان العلاقه كده خلاص بتنتهي. وزي ما كنا بنتكلم في انواع كتيره من الغيره بين الاخوات لما نيجي نقارنهم ببعض، بين الاصدقاء الحب التملك، وبعض الناس بيقولوا ان ده بيرجع الى ان الطفل بيكون وحيد، فالطفل الوحيد دايما سواء في شغله او في اي مكان لما بيكون ليه صديق او زميل عمل مقرب بيحس او بيبقى عايز يتملكه، بيحس ان ده بتاعه هو بس، يعني ما ينفعش يتكلم مع حد تاني. ففي انواع كتيره من الغيره، لكن احنا دلوقتي بنتكلم عن الغيره بين الزوجين. اتكلمنا مع حضراتكم عن الحدود المقبوله من الغيره ما بين الزوجين. لازم يا جمانة الموضوع ما ياخدش اكبر من حد، وعشان ما يوصلش بينا في النهايه لانه البيت يتخرب بسبب ايه. صحيح. بسبب ممكن سوء تفاهم او بسبب كذبه بسيطه ما كانش ليه اي داعي اصلا ان هو يكذبها او ان هي تكذب. صحيح. زي يعني العنوان العريض تاني اللي يزيد عن حده يتقلب ضده. على اي حال ده سؤال حلقتنا النهاردة، إيه حدود الغيرة بين الزوجين وإمتى تكون مقبولة أو غير مقبولة من وجهة نظر حضراتكم؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، ومستنيين إجاباتكم اللي هنستعرضها مع بعض في حلقة النهاردة. صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعاً. صباح الخير يا مصر.